أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل صحيح ما يقال أن أرض الحشر يكون في أرض الشام؟ نعم نعم، هي الحشر يكون في أرض الشام، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أرض الشام، لأن اليهود جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم، بنو النضير جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم.